اذكر نوع من أنواع الفاكهة أو الخضار يصعب تقشيره. ست هديل. الفراولة. الفراولة؟ الفراولة يصعب تقشيرها؟ خلينا نشوف. الفراولة. الفراولة ما تتقشر أعتقد. هي ما تتقشر أصلاً، تنقشر رأساً. إي قلنا إحنا يصعب، شنو الفاكهة أو الخضار اللي يصعب تقشيره؟ هاي تنغسل وعلى طول هيك صح؟ فانتبهوا، اذكروا نوع من أنواع الفاكهة أو الخضار اللي يصعب تقشيره. الكيوي. الكيوي. خلينا نشوف. الكيوي. صح. عجيب. الكيوي. إذا تفضل ست هديل. يلا ما شاء الله. وخلي نشوف زهراء، شنو نوع من أنواع الفاكهة أو الخضار اللي يصعب تقشيره؟ الرمان. الرمان. شلشل علي الرمان. نومي في زعلي. وأحمد. الأناناس. الأناناس. صح. الأناناس أيضا موجود. وأستاذ عارف. الرقي. الرقي. صح. وست أميرة. البطيخ. البطيخ. خطأ. زهراء. التفاح. 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 خطأ الثاني. من حقكم الآن أن تتفقون بدون مشاورات. أحمد. البرتقال. البرتقال. يا عيني يا عيني. خطأ ثالث. باقي ثلاث أشياء، قلنا كيوي رقي أناناس رمان، باقي ثلاث أشياء. ما هي نوع من أنواع الفاكهة والخضار التي يصعب عليكم تقشيره؟ هاجر شو تقولين؟ ها وقت ما عندك أنت في الرسم. يلا أوكي. أنت أحمد. برتقال. برتقال. جوز الهند. مقالة برتقال وطلع غلط. ها جوز الهند. جوز الهند. نورس تأخذين برتقال تأخذين جوز الهند أو اللي ما قالته هاجر؟ أنت قرري شنو القرار. جوز الهند. جوز الهند. صح صح. جوز الهند يصعب تقشيره. بعد شنو الأشياء الموجودة؟ خمسة. التين الشوكي. المانجو. المانجو أيضا يصعب تقشيرها. وخلي نشوف إذن، خلي نروح على فاصل ونواصل مع الجولة الثالثة والسؤال الثالث المضروب بنقطتين، فانتظرونا.